بسم الله الرحمن الرحيم، مع حضراتكم الدكتور مصطفى ابو الغيط اخصائي الاطفال. النهارده جاي اتكلم مع حضراتكم عن حديث الساعه اللي كل الناس بتتكلم فيه، والارقام ابتدت توصل لعدد كبير شويه. فالكوفيد 19 ده فيروس زي اي فيروس، المفروض ان احنا ما بنبقاش مرعوبين منه، احنا بنستعد لمواجهته. انا بالنسبه لي كدكتور اطفال، اول ما بتيجي الام عندي باي شكوى جات بعد ما بكتب العلاج بتاع الطفل، بتبتدي تسال يا دكتور دلوقتي في الموسم اللي احنا فيه وفي الوضع اللي احنا فيه ده بندور الطفل ياكل ايه او يشرب. الاكل بتاعه طبعا بحاول بقدر الامكان ان الطفل دايما ياكل حاجات فريش، فواكه خضار، يشرب عصاير فريش في البيت. طبعا مع الحبسه بتاعتنا والجو اللي احنا فيه وان الناس على طول كلها محبوسه، فالطفل بيمل. من ضمن اهم العناصر اللي انا لازم اهتم ان الطفل توصل له في المرحله دي عنصر الزنك. العنصر ده مهم جدا جدا في المناعه وكلنا بنتغافل عنه. حاليا ابتدت الناس كلها تبص لعنصر الزنك ده لاهميته في المناعه بتاعت الطفل، لان من ضمن البروتوكول حاليا للادويه اللي بتتاخد كبروتوكول للعلاج بتاع الكوفيد 19 الزنك. الزنك نفسه بيزود قدره الخليه نفسها ان هي تبتدي تقاوم الفيروس نفسه بتاع الكوفيد 19، كمنشط للليمفوسايت والنيوتروفيلز اللي في جسم الطفل، لان هو الجيش المناعي الاول بتاعنا. واحنا من ضمن التحليلات اللي بتكتشف العيان مصاب بكوفيد 19 ولا لا، ان انا بعمل له سي بي سي واشوف النيوتروفيل والبيزوفيل عاليين ولا مش عاليين. كنا بناخده احنا زمان كدكاتره صغيرين او كدكاتره في امتياز، كانوا بيقولوا لنا الاي ان سي اي الرعايه المتكامله للطفل المريض لازم ياخد الزنك 14 يوم. حاليا برضه اكتشفنا ان هو لازم ياخد الزنك لمده 14 يوم على الاقل عشان يرفع المناعه بتاعته. بالنسبه للادويه اللي موجود فيها الزنك في الماركت كتيره والناس عارفاها، بس في حاجات بتبقى يا اما امتصاصها بطيء، يعني بديها للطفل بتشتغل بعد حوالي 60 يوم ل 90 يوم، يا اما حالات بيبقى طعمها مش مستساغ للطفل والطفل بيزهق منها بسرعه. الطفل ما فيش طفل ما بيحبش الشوكليت. حاليا الترند العالمي اللي ماشي في الادويه بتاعت الاطفال ان احنا بنغير شكل الشراب او شكل الدواء، يا اما بيبقى مثلا ملبس شوكولاته حاجات زي كده الطفل يحبها. فمن ضمن الحاجات اللي هي ممتازه في السوق احنا جربناها تمام حاجه زي الفيروبيلا، وده بيبقى مليان بالحديد والزنك. انا مثلا والله يا دكتور لا، الطفل معايا الحمد لله الحديد بتاعه كويس، بس الشهيه بتاعته تعبانه ومحتاجه حاجه كويسه ليه. في حاجه زي الفيتا بيلا بقى موجوده غنيه بالزنك وغنيه بالكالسيوم، كل عنصر من دول بيتم امتصاصه مفرد ما بيتحدوش مع بعض، فبيبقوا موجودين في نفس الدواء بنفس الاستفاده، وبيضاف لهم طبعا فيتامين سي وده مهم جدا عشان برضه اوفر على الام. لازم برتقانه يا ماما ولازم ليمونه وكلام زي كده، بيبقى بياخد كله على هيئه شوكليت عشان المناعه بتاعته تبقى قويه بالنسبه لنا، وحاجه تيست فليفر بالنسبه له جميل ومستساغ للطفل مع الاكل الفريش الطبيعي بتاعنا وممارسه الرياضه. عشان الرياضه طبعا للطفل انا اسيبه يلعب، اسيبه يشم هواء في الوقت المتاح بالنسبه له وياخد العلاج بتاعه، ونحاول نمنع عنه اي حد يكون في كومن كولد دور برد او دور كحه يختلط بيه تماما نهائي، حتى لو الانسان ده عايش معايا وانا متاكد ان هو سليم. وان شاء الله باذن الله بدعواتنا ودعوات المصريين كلهم الناس تبقى كلها بخير وبصحه وسعاده ان شاء الله، وتنزاح الغمه عن مصر باذن الله.